مقالي ومقاله، حق الجماهير والكذب عبر الأثير. خلينا نقول لكم الأول، الأثير أثير الإذاعة. صحيح إنه الأثير في اللغة الشيء المفضل، الشيء المفضل اللي الإنسان بيؤثره على أي حاجة، وهو أيضا جاي من الموجات الكهرومغناطيسية الحاملة للإشارات أو للموجات الإذاعية. فبقى ده مصطلح الأثير دلالة أو إشارة إلى الإذاعة. إيه الفوضى اللي عبر الأثير والكذب الكبير اللي من خلال الأثير؟ بقول لكم يعني أنا قاعد مع جوجل، يعني المفردات وشرح. انا لا، انا بقول لك ليه الاثير. لا كويس، ليه الاثير مصطلح استاذ ابراهيم؟ ضبط المصطلحات ده مهم جدا. ليه الاثير مصطلح يرمز به دايما للراديو، وبقى الاثير المفضل الحقيقه؟ لانه كل الناس دلوقتي من خلال العربيات ومن خلال الموبايلات ومن خلال كل وسائط الاعلام السهله وسيله مؤثره بتقدر تتابع الراديو. النهارده بعد الظهر لقيت تليفونات كتيره ورسائل. هو النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي شمتان في بيراميدز؟ هو جمهور النادي الاهلي هو اللي قال للاعلام ما يهتموش ببيراميدز؟ ليه يا سيدي؟ قال لك الاستاذه نجلاء عبد البر في اذاعه الشباب والرياضه مستضيفه الاستاذ خالد طلعت، وكل الكلام ليه الاعلام مش مهتم ببيراميدز وليه جمهور الاهلي شمت او فرح في هزيمه بيراميدز. مبدئيا خلينا نناقش حته حق الجماهير. اولا حق الجماهير ان الناس لا تقودها طبقا لاهوائها. الاستاذه نجلاء الزملكاويه المحترمه رئيسه اذاعه شباب الرياضه، والاستاذ خالد طلعت المدون والمدقق في الشؤون الرياضيه الزملكاوي، ها، اتلموا في انهم يوجهوا رساله ويدوا انطباع ويحققوا حاجة بدون مناسبة. بيراميدز لعب الفاينل مع نهضة بركان في المغرب. منطقي جدا ان الظروف تبقى 60 نهضة بركان 40 اي فريق، مش بس بيراميدز. ناهيك بقى عن الحديث عن ان هناك تعنت تحكيمي وكان المفروض يطرد حد وبتاع. اذا الاجواء كانت في صالح فوز نهضة بركان. ما علاقة الأهلي بهذا الأمر؟ علاقة الأهلي بهذا الأمر إن على السوشيال ميديا نتيجة برضه لحاح إعلامي وتلقيحات إعلامية وتصرفات من بعض العناصر في شؤون اللعبة، ها، استفزت بعض الأهلاوية إنهم يعني يظهروا إن هم يعني مبسوطين، لكن هذا ليس له علاقة إطلاقا بإن الأهلي وإن بيراميدز لم يلقى يعني الاهتمام الكافي. ده أنا ما فيش وسيلة من وسائل الإعلام المقروء أو المسموع أو المشاهد ما اهتمتش إنها تبرز كل أحداث هذه المباراة وتشيد بإن بيراميدز وصل للفاينل. يا إخوانا هو خسر الفاينل في المغرب. فمسألة ان احنا ننكأ الجروح ونحاول نصنع الازمات ونصنع التحالفات بقى اللي هي بتفيد حد معين، صناع هذه التحالفات هم اللي وقعوا بين الاهلي والاسماعيلي، واللي وقعوا بين الاهلي والمصري، واللي بيقعوا دلوقتي بين الاهلي وبيراميدز، واللي هيوقعوا بكره بين الاهلي والاتحاد. مش هييأسوا، فاهمين ان دي بتقويهم، لكن هي مش بتقويهم خالص، بتكشفهم. بدليل ما هو كانوا عملوا حاجه من زمان. انت بكل محاولاتك البائسه اليائسه في انك انت تصدر الكراهيه بين الاهلي وبعض العناصر لم تحقق شيء على ارض الواقع غير مجموعه معينه انت عمال تردد بتكلم نفسها وتسمع صداها، لكن الحقيقه على ارض الواقع بتبان، وزي ما هنشاور عليها دلوقتي.